ضربة خطأ. ضربة خطأ الكرة الثابتة من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي تنفذ داخل منطقة الجزاء الراسية. جول جول الفتح يعود. مباراة جنونية، مباراة إشكوكية، الفتح يعود يسجل هدف التعادل ولم تدم فرحة فريق يوسفية برشي كثيرا. بن هاشم يتنفس الصعداء، نعم بن هاشم يتنفس الصعداء، نعم كرة لعبت صح في داخل منطقة الجزاء من غير سوميلا، من غير وثرة. سوميلا وثرة يضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف، هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة من عمر المواجهة بعد انقضاء الوقت القانوني. أضاف الحكم خمس دقائق والخمس دقائق عرفت وجهة واحدة، مرمى الحارس، الحارس حسين شادلي الذي يتلقى تالي الهدف، تالي الهدف. نعم وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم علي الزراق على نهاية تفاصيل الشوط الثاني من عمر هذه المواجهة للهدف.